شكرا سيد النائب. المكتب الوطني للسكك الحديديه قام خلال العقدين الاخيرين بانجاز مجموعه من المشاريع المهيكله اللي يمكن تطوير عروض وجوده خدمات النقل السككي اللي رفع من جاذبيته، وتم نقل وسيتم نقل تقريبا ما يفوق 52 مليون من المسافر سنة 23، منها 5 بواسطة البراق. موازاة مع ذلك يقوم المكتب في إطار تطوير الشبكة السككية بمواصلة إنجاز الدراسات لتمديد الخط السككي الفائق السرعة من أكادير إلى مراكش، تحضير لإنجاز الخط الفائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، مع تطوير النقل السككي الجهوي بكل من جهات الدار البيضاء والرباط، ربط ميناءي الناظور وأسفي بالشبكة السككية، تعزيز أسطول المكتب بمقطرات من الجيل الجديد. كما يقوم المكتب بإنجاز دراسات الجدوى الخاصة بكهرباء الخط السككي بين فاس وجدة، وتنكب بلادنا حاليا على تعبئة الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل إنجاز هذه المشاريع. شكرا.